إذن بين مطالبة الأهل اللي سقطوا أولادهم ضحايا بالانفجارات الإرهابية بإعدام هؤلاء الأشخاص اللي تسببوا بهالشيء، وبين تمسك أو أمال أو مطالب أهالي العسكريين المخطوفين لدى النصرة وداعش بأنه يتم مبادلة هالموقوفين بولادهم ليرجعوا لهم أحياء سالمين، شو رح يكون الحوار والمناظرة بين أهالي الطرفين الليلي؟ خلونا بالأول نشوف هالتقرير وبعدين رح نسمع شو رح تكون المطالب وكيف رح يكون الحوار. أبنائنا العسكريين المخطوفين هن قضية وطن مش قضية بيت وقضية أسرة، هو الإرهابيين ومجرمين وكانوا السبب بقتل أولادنا. قضيتنا قضية إنسان، أنا جندي محمد أحسان محطوط سكين فوق رقبته بأي لحظة ممكن يموت. من بعد ما حددت جبهة النصرة وتنظيم داعش شروطهم للإفراج عن العسكريين المخطوفين وأبرز إطلاع عدد من الموقوفين بالسجون اللبنانية والسورية، أهالي العسكريين أيدوا هيدي المقايدة واعتبروها خطوة إيجابية، وعلى الدولة وحزب الله بالتحديد الموافقة على التسوية لإطلاق سراح أولادهم. دولتنا إلى الحق تتصرف بكل الاتجاهات لحتى تطلع هؤلاء الأبناء، لأنه هني مش بس أبنائنا كمان أبناء هيدي الدولة. نحن بمطرح معينة يمكن في أسماء، يمكن نحن ما متأكدين أنه طرحت لتكون شيء للمقايدة. هيدي الأسماء ما أنا معلنة وما أنا رسمية. اللي بدي أقوله أنا أي اسم ممكن يكون علي نتفة غبرة أو نتفة مشاكل بده يكون هو ثمن لأبنائنا. نحن مع أهالي الضحايا اللي راحوا بروحنا وبدمنا، بس إذا في حل تاني خلينا نشتغل عليه نحن وياهم سوا. أنا قلبي مع كل أم قلبا جرح ابني، إذا كان بده يكون ضحية ودمه إذا هدر أو قتل من خلال هيدي الناس اللي خطفيته بيعطيها حق لهاي الام، انا مستعد اقدم لي. القصه ما انا واقفه على 4 أو 5 اسماء، في مثلهم كثير برا وفي قدهم 100 مره، وبعتقد انه هن من خلال السجون عم يشتغلوا وبقوا اكثر ما هن يكونوا برا، فبتصور حاجه نزود على بعضنا وخلينا نعيش الواقع تبعنا بانسانيه وبضمير. بالمقابل شكل الموضوع حساسيه عند اهالي الضحايا اللي سقطوا بانفجارات الضاحيه الجنوبيه. هو الإرهابيين ومجرمين وكانوا السبب بقتل أولادنا، ولح يكونوا السبب إذا طلعوا بقتل أشخاص أبرياء كتير غير أولادنا. موقفي أنه بتمنى على الدولة وعلى القضاء بالأخص أنه يأخذ بعين الاعتبار وما يطلعون، ما يفاوض عليهم أبداً. يعني بالنسبة لأهل المخطوفين يا ريت بيلاقوا تفاوضات غير اللي هن هلأ منزلينا، يعني يا ريت هن بيكمشوهن أهل المخطوفين لهوليك، مش هن اللي بيكونوا عصب إيدهم. وجه كلمة لأهالي المخطوفين إنه يعني أنا كتير شاعرة فيهم للصراحة، وخاصة إنه مصيبتنا نفس المصيبة. كيف ممكن التوفيق بين حرقة عائلة خسرت أحد أفرادها وعم ينطلب منها تتعالى على جرحها وتتقبل إطلاق موقوفين مسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن خسارتهم يلي ما بتتعوض، وبين حرقة أهل خايفين يخسروا أولادهم إذا ما تمت عملية التبادل؟ إذن هذا الكلام المعبر من الجهتين إن كانت جهة أهالي العسكريين المخطوفين اللي عايشين لحظة بلحظة على أعصابهم ومهديين قلبهم بإيدهم، لأنه مصير أرواح أولادهم بيد ناس ما بنعرف شو بدهم أو ما بنعرف على أي أساس بيتصرفوا، على أي أساس بيتاخدوا أو بياخدوا مواقفهم، وبين ناس انجرحوا بالعمق بمقتل أولادهم أو أقاربهم أو غاليين عليهم، واليوم بيعرفوا يمكن أنه هالأشخاص اللي مطلوب أنه يتم التبادل فيهم هن اللي قتلوا لهم أولادهم، وقدي هذا الموضوع صعب على شخص شايف مين قتله ابنه أو مين قتله أهله قدامه ويتركه يروح بسبيله. إذن هذا الموقف موقف صعب جدا عم بيواجهوه
أهالي العسكريين المخطوفين، وعم بيواجهوه كمان أهالي الضحايا اللي سقطوا بالانفجارات الإرهابية بالضاحية. كنا بنتمنى نستمع إلى كتير من شهادات ومطالب أهالي الضحايا، ضحايا الانفجارات، ولكن ما تيسر لنا. نحن بنعرف في وضع أمني يمكن، وفي اعتبارات أمنية وسياسية معينة ما بتسمح لكل هالأشخاص أنه يقدروا يطلعوا يعبروا عن رأيهم بأي لحظة أو من دون موافقات مسبقة، ولكن نحن قدرنا ناخد بعض التسجيلات، ورح يكون معي داخل الاستوديو أحد أهالي هالأشخاص اللي سقطوا بانفجار الضاحية الجنوبية، وهو محمود صبرة، شقيق علاء صبرة الذي سقط شهيدا بانفجار بئر الحسن. أهلا وسهلا فيك محمود. أهلا فيك سيد. متشكر جدا أنك لبيت ندائنا وأتيت إلى هذا اللقاء، وأيضا نتوجه بتحية إلى الأخوات اللي شفناهم أيضا على الشاشة خلال هذا التقرير. نتشكر كمان أنهم تجاوبوا معنا وعبروا برأيهم بصراحة عبر شاشتنا. بينما بالطرف الآخر عنا أهالي محروقين وقلوب محروقة على أولادها. عنا داخل الاستوديو، رح بلش لأنه المساحة داخل الاستوديو ما رح تساع الجميع، ولكن بقلبنا أنتم موجودين كل لحظة وكل ثانية، وهمكن هو همنا وقضيتكن هي قضيتنا. اضطرينا انه نفصل كل الموجودين باستوديوين. داخل الاستوديو معي رح يكون الشيخ عمر حيدر، مسؤول العلاقات العامة بلجنة المتابعة لقضية المخطوفين العسكريين، وحضرتك من فنيدق قضاء عكار. نعم. وحضرتك بتربطك علاقة وصداقة بالجديين المخطوفين حسين عمار وخالد مقبل حسن. نعم. من فنيدق. اهلا. نعم. فيك شيخ. اهلا بكم استاذ. ومعنا من الاستوديو الثاني مباشرة والد الجندي المخطوف محمد يوسف. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور استاذ توني، واهلا فيكم. واعذرونا اذا فاصلينكم، بس انتم ببيتكم، بعتبر انه ببيتكم، وببيتكم ما بدكم لا دعوه ولا عزيمه. اليوم المهم بالموضوع هو القضيه وصوتكم انه يوصل. اهلا فيك استاذ محمد. كمان معي ماري خوري، شقيقه الرقيب المخطوف جورج خوري. مساء الخير ماري. إلى جانبها مباشرة معي المختار طلال طالب، والد العريف المخطوف محمد طالب بقوى الأمن الداخلي. مساء الخير مختار. سعيد مساءك. وضيفنا الخامس هو والد العريف المخطوف وائل حمص. 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 أهلا فيك شيخ حمزة. اليوم خلينا نبتدي باللي معه الميكرو. خلينا نبتدي من عندي الشيخ حمزة مختار، بدي عزبك تعطيه الميكرو حدك لنبلش معه. اليوم سمعنا أهالي الضحايا، أهالي الشهداء الذين سقطوا ضحايا الأعمال الإرهابية التي استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية، وهني متمسكين أنه ما يتم الإفراج عن من قتلوا أولادهم وتسببوا بحرقة قلبهم، وتسببوا كمان بفقدان أغلى ناس على قلبهم. وكانوا عم بيقولوا أنه ياريت بيكون في طريقة أخرى للتفاوض غير هذه الطريقة اللي بتقتضي أنه يتم تبادل من قتل أبنائهم من أجل الإفراج عن أولادكم المخطوفين لدى داعش والنصرة. شو بتقلن شيخ؟ أول شيء بدي أقول لك مساء الخير إليك وللجميع. مساء النور. اثنين بدي أقول الله يرحم شهداء ضحايا التفجيرات كلهم، كان بالضاحية أو بجنوب أو بأي مكان ثاني. اثنين الله يرحمهم جميعا هم شهداء، والفرج القريب إن شاء الله عن أسرانا اللي هن أولادنا إن شاء الله. أنا بدي أقول لأهلنا كلهم الشهيد الله يرحمه، الشهيد الله يرحمه، بس نحن بوضع ما منحسدش عليه أبدا. نحن كل يوم عم نستشهد استطوني، كل أم من أميات الأسرة أو زوجي كل يوم عم تستشهد مرة، عم تموت مرة، لأنه هالمئة يوم صاروا ميتين 100 مرة. نحن منقدر وضع كل الشهداء اللي راحوا بالتفجيرات كلها سوا، بس نحن منطلب من أهلنا، من أهالي الضحايا التفجيرات يحطوا حالهم محلنا، يعني يكونوا محلنا، بدهم يفكروا نفس تفكيرنا. اثنين وهني رح اكيد شيخ كمان بهالوقت عم بيقولوا يا ريت انتم بتحطوا حالكم محلهم،
شو كنتوا عملتوا؟ صحيح، بس نحن بوضع ما بنحسد هيك، الحي مطموع فيه استاذ طولي، دائما الحي مطموع فيه. اذا نحن رحنا، اذا بيوم الايام سالنا كل الشهداء اللي استشهدوا، اذا سالنا ارواحهم، اذا سالنا ارواح الشهداء، اكيد راح يكون جواب هون نحن هودي رفاقنا بيستاهلوا كل تضحية، واي تضحية باي ثمن. يعني الاموات، اذا سالنا ارواح الاموات او الشهداء اذا بدك كلهم اللي راحوا بالتفجيرات او شهداء الجيش، راح يكون جواب هون رفاقنا الاحياء بيستاهلوا اي تضحية من الدولة باي ثمن كان. نعم. شيخ، قبل ما ننتقل عند المختار الى جانبك، خليني اشوف محمود. اخوك استشهد بالانفجار اللي صار امام السفارة الايرانية، وعلى ما اظن اللي كان هو عم بيقود السيارة اللي فيها المي، براميل المي، واللي يقال انه هي انقذت السفارة من وصول السيارات الى داخلها، وكان ضحية شفناه كان بعده على قيد الحياة على ما اظن، واستشهد لما وصل الى المستشفى. اليوم عم تسمع هالأشخاص اللي بيقولوا لك يعني في طمع، الحي يعني التمسك بالحي هو طمع، يعني الحي أبقى من الميت. كيف فيك تفصل بين أنانيتك أنك تحصل دم خيك وتنتقم من اللي كان سبب بأذيتك وبأذية كتار من العائلات اللي انأذت وانجرحت وفقدت ناس أحباء على قلبها، وبين أهل ناطرين على نار إنه أي بصيص أمل يقدر يرد لهم أولادهم من موت محتم؟ خلينا نقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. فيهم مثلا يتفاوضوا على غير هالشيء، يتفاوض انه مش عدم ارواح شهداء. وهلا هادي اللي بدهم يطلعوا سيد طوني، اللي عم بيقولوا بدهم يطلعوا من السجن، هن عارفين كم واحد بدهم يطلعوا؟ بدهم يطلعوا من فوق الالف واحد. هول الالف واحد اذا كل خمسه منهم فجروا حالهم، خمسه من الالف واحد فجروا حالهم، بروحوا اكثر من خمسين واحد، اما لا بيروحوا أكتر، صحيح أما لا؟ هي شغلة. شغلة تانية هي أساسية، إنه فيهم يتفقوا مع الدولة على غير هالمفاوضات، يشوفوا ما هي المشكلة، مش هني عم بيحطوا شروط محمود، يعني بعرف مش الأهالي اللي عم توضع شروط التفاوض، يعني هني النصرة وداعش اللي عم بيحطوا شروط هالتفاوض. يعني نحنا هي شروطنا، يا بتنفذوها يا نحنا قلنا مواقف ممكن لا تحمد عقباها. اكيد هيدي الشروط صعبه تتنفذ، اكيد بلبنان ما في شيء صعب هلا، بس بالنسبه لالنا شيء ممنوع نهائيا. لو كان عندك اخ ضمن الشباب المخطوفين عند داعش والنصره، كنت ممكن تقول لي نفس الموقف اللي عم بتقوله هلا؟ لما استشهد خيي سيد طوني، الجرح كان لإلنا مش لحدا، وفوق هيدا وكله شدينا على جرحنا وقلنا فدا هالوطن. فمثل ما نحن ضحينا غيرنا لازم يضحي، وضحينا كتير. أنا بحب أذكر كمان إذا أي حدا من أهلي الشهداء الذين سقطوا بحب يعمل معنا مداخلة هاتفية، ففي يتصل فينا على 074 على تلفزيون ام تي في 074، بيقدر يتصل فينا ويقدر يعبر عن رأيه عن مداخلته، لنكون فاتحين المجال لكل الأشخاص انهم يعبروا عن رأيهم. فبننتقل عند ضيف آخر من أهالي العسكريين المخطوفين اللي موجودين اليوم عند داعش والنصرة. فبننتقل لعند المختار طلال طالب، والد العريف المخطوف محمد طالب بقوى الأمن الداخلي. مساء الخير مختار. يسعد المساء. يعني الله يطمن بالكم وإن شاء الله تسمعوا أخبار طيبة قريبا. الله يسمع منك مختار. يعني
عم بنشوف نحن واقعين بين حجرين مثل ما بيقول المثل الدارج، بين شيء وفين، مع عائلات مجروحة مدمرة بمقتل أبنائها، وبينكم أنتوا اللي أنتوا نحن وهني نحن اللي عنا أمل بسيط، أمل عم نبرم عليه لإنقاذ أرواح أولادنا وأحبائنا اللي موجودين بين إيدين هودي الناس. شو بتحب تقول؟ أول شيء نقول يسعد مساكم جميعا، ونحن أول آخر كان أملنا الله واحد القهار، وهلأ أملنا بهالدولة. هلأ الدولة هي اللي عم تفاوض، مش نحن كأهالي مخطوفين. نعم، الدولة اللي عم تفاوض. بنهاية الأمر شو بتلاقي هالدولة الحل مناسب إن تجيب أولادنا فيه؟ ما عندنا أي مشكلة. مش يعني في أسماء لحد هلأ مش ظاهرة مش واضحة، في سجناء صار لهم خيطوني 9 سنين بالسجن، لا تحاكموا ولا تحرك ملف لهم. ما ذنب أولادنا اليوم اللي مأسورين داخل لبنان؟ ونتمنى هلأ بقول إنه ما يخلطونا ملفات مع ملف العسكري. أولادنا أبناء دولة، أولادنا أبناء هاي الدولة، يعني كانوا أولادنا هلأ أولادها، مفروض تجيب أولادنا بأي ثمن بدها تدفع، وهي حرة بهالأمر، هي مسؤولة عن الأولاد، وهني مخطوفين داخل لبنان مش خارج لبنان، لا كانوا عم بيتصيدوا ولا كانوا عم بيهربوا مزوط. أولادنا أولادنا درك وجيش، بدنا هني بأي ثمن. شو بتلاقي هي طريقة المناسبة تجيبهم فيها؟ هذا أمر بيرجع للدولة، وخاصة على علم نحن من 20 أو 25 يوم الملف بإيد دولة الرئيس الحكومي مع اللواء عباس إبراهيم والوزير أبو فعور، واجتمعنا بدولة الرئيس وقال الملف عندي وما بقى في حدا يفوت على هاي الملف، يلاقي طريقة دولة الرئيس. صارنا 100 يوم مهجرين على الطرقات وبالساحات، ومش شايف انه في تحرك للموضوع ابدا نهائيا. نتمنى بتوجه لدولة الرئيس انا انه يخلصنا الملف باسرع وقت ممكن طالما بايده، وهو قالنا من تمه، ما حدا قالنا انه هذا الملف وما حدا في يعرضني فيه نهائيا. نعم، شكرا لك مختار. يا ريت بس بتعطي الميكرو الى جانبك لسيدي ماري خوري، شقيقة الرقيب المخطوف جورج خوري. ماري مساء الخير. بونسوار استاذ توني. يعني كمان بنقدر الظروف، ما في داعي نشرح شو عم بتعيشوا من معاناة ومن مأساة ومن قلق كل لحظة بلحظتها، بس نحن اليوم ناطرين بصيص أمل بمكان ما. كيف أنت بتقدري تشوفي هالمرحلة القادمة؟ يعني ناس متمسكه بدم ولادها، وفي شغلة قالة كتير مهمة محمود، انه هؤلاء الاشخاص اذا تم الافراج عنهم رح يكونوا تهديد مش بس لشخص واثنين وثلاثة، ممكن يكونوا تهديد لمئات من الاشخاص اذا نفذوا عمليات رجعوا انتحارية عن جديد او فجروا حالهم او ما الى هنالك من مواضيع. ولكن دائما الجرح ما بيقولوا شو بيقولوا، الجمرة ما بتحرق الا محلها، وانتوا حرقكم كتير كبير. تفضلي ماري. أول شيء بحيي جرأتك وجرأة الام تي في اللي قدرت جمعت هيدا الموضوع وخلتكم تصيروا أنتوا مشتركين معنا فيه. نحن دائما مشتركين معكم من أول لحظة. لا أنا مش بس كام تي في، كأي مواطن لبناني بعتقد هو مشارككم وجعكم ومشارككم قلقكم. نعم، بس أنت عارف قديش هيدا الموضوع حساس. نعم نعم، للأسف للأسف. بس عن جد أنا بشكرك لأنك قدرت جمعت الرأي الآخر معنا. أول شيء أنا بدي أقول الله يرحم كل الشهداء وهول الشهداء للوطن كله، مش لحدا، لا لعائلة ولا لحدا. أنا اللي بقوله إنه نحنا قادرين نحس شو عم بتحس أم الشهيد، بس أم الشهيد ما رح تقدر تقعد محلنا. نحنا عم نقدر نلعب دورة لأنه نحنا كل يوم معرضين للخطر. نحنا ما عم نطالب بالمؤايدة باللي قتلوا، نحنا عم نشوف إنه في ناس موجودة بالسجون بلا أحكام لفترة زمنية طويلة، من حقها هي كإنسان أصلاً أنها تكون بالحرية برا. نعم، بس ماري، لأنه في لائحة صدرت بشكل رسمي عن النصرة وعن داعش تتضمن بعض الأسماء اللي محطوطين على رأس اللائحة، هني أسماء موقوفين اليوم
بتهمة تفجيرات الإرهابية بضاحية الجنوبية، وعلى ما أعتقد هني الحلقة الأهم بهيدا الملف. يمكن الحلقات الثانية أخف شوي. نعم تفضل. ما بدي أرجع بالزمن كتير لورا كتير. هي أول مرة بيصير في مؤايدة على مسجونين من رومية ولا بس على ملف العسكريين؟ صار كل من بده يتدخل فيه، صار كل مشاكل البلد بدها تنحل على ملف العسكريين على حساب هيدا الملف. أول مرة بنعيد أحداث الضنية إنه ليه هلأ يعني بس المؤايدة على دورنا نحن؟ لا، وقت رجعوا مخطوفين عزاز على أي مفاوضات تم الإفراج عنهم. أنا بفهم كتير منيح أم الشهيد، أنا بفهم وبحس فيها لأنه أنا وقعت بنفس المشكلة. أنا خيي تهدد، بس أنا كمان ما في قلو لابنه بكرة إذا سألني ليش البابا مات قلو لأنه نحن قلنا ما يقعدوا وما يفوضوا. ما فينا نحن نكون قاعدين ومستسلمين للأمر، لا أكيد، لا أكيد. أنا وبأكد لك إنه الدولة أكيد عارفة هي بأي طريقة بدها تفوض. نحن ما عم نقول إنه نحن مع كل شيء، نحن أصلا ما بنتدخل بهيدي القصص اللي عم بتصير. شكرا ماري. بيبقى عندي حسين يوسف والد الجندي المخطوف محمد يوسف. سيد حسين، كمان حضرتك عم نشوفك أكثر من مرة بوسائل الإعلام عم تحكي باسم الجميع باسم كل الموجوعين، ولكن اليوم نحن أمام خيارين، يعني بما يتعلق بالجنود أو فيما يتعلق بالموقوفين بسجون رومية وغيرها من الإسلاميين الموقوفين من سنوات. أعتقد أنه هذا الملف حلحلته منا كتير صعبة أو مستحيلة بقدر الأسماء لأشخاص هني شاركوا فعليا أو خططوا بشكل أساسي لتنفيذ التفجيرات اللي أدت إلى استشهاد عدد كبير من الأشخاص بمناطق لبنانية ومنا طبعا منطقة الضاحية الجنوبية، وتمسك أهالي هالشهداء بأنه يجب معاقبة هؤلاء وعدم مبادلتهم أو الإفراج عنهم، لأنه مش بس بدهم دم أولادهم، خوفا على دماء آخرين ممكن قد يتسببوا بهدر هؤلاء الأشخاص إذا أطلقوا إلى الحرية من جديد. تفضل، شو بتحب تقول؟ أول شيء مساء الخير للكل ولكل اللي عم يسمعني. بدي وجه تحية إجلال لكل أم ابنها سقط ضحية هيدي التفجيرات، وبدي أقول له خليك تكوني مطرح كل أم واحد من هودي القاعدين بجبال مهددين بأي لحظة من الموت، وأنا قبلين بالحكم اللي أنت بتحكمي. أبدا نحن ما بنقبل أنه يكون هالشي عم يصير. واللي بدي أقوله أهم من هذا الكل، هذه المسؤولية بالدرجة الأولى بتوقع على الدولة اللي خلت هذا الملف يوصل بهالوقت لهون. هودي السجناء كان المفروض يتحاكموا إذا كان في عليهم جرائم من زمان مش من هلأ، ليش ضلوا لهذا الوقت لحتى يتحاكموا؟ اللي بدي أقوله بالدرجة الأولى، نحن كأهالي ما بتعني لنا كل هيدي الأسماء، بيعني لنا أبنائنا يرجعوا بخير وسلامة، لأنه نحن منشوف كأهالي هذا الملف أخطر ملف مرق فيه بلدنا من تاريخ ما خلق لهلأ، لأنه رح ينتج عنه فتنة بدها تكون بهذا البلد قد تؤدي بالهلاك للبلد كله سوا. قبل ما نقول نحن بنفكر بالشهيد اللي سقط الله يرحمه، نحن بكينا دم على كل شهيد راح وكان ضحية. أنا هلأ برجع بقول لكل أم، إذا كانوا أبنائنا قادرين يلزقوا الجرح اللي سببوا هذا الإرهابي أو هذا اللي فجر، نحن مستعدين نقدم له. طيب شو بتقله لمحمود حسين؟ يعني محمود اللي فقد خيه بهالانفجارات واليوم عم بيطالبوا بالإفراج أو بمبادلة أحد الأشخاص اللي هو كان سبب مباشر باستشهاد خيه لمحمود، شو بتقله؟ بدي أقول له هودي الخمسة اللي عم تحكي عنهم يا خي محمود، في كتير خمسات برات السجون، وبدي أقول له هودي الخمسة اللي عم تحكي عنهم قادرين يحركوا معارك، هن وقاعدين ضمن السجن من جوا، حاجة نتخبى وراء صبيعنا كلنا سوا. نحن كلنا بنعرف سجناء رومي شو وضعهم بالسجن، قاعدين. أنا بقول يمكن هودي ما بيحبوا أصلا يطلعوا برات السجن لأنهم عايشين بأوتيلات جوا بسجن رومي. خلي الدولة تتحمل هالمسؤولية وحاجة يفوتونا ببعضنا كلنا سوا. أنا ولا يمكن اقبل انا كون ضحيه انا لاي موضوع إن كان. نحن بالنهايه قضيتنا انسانيه بتمثل كل لبنان، بتمثل كل شهيد سقط على الارض قبل وممكن يسقط بعد. ابنائنا منن ابنائنا لحالنا، هن ابناء هيدي الدوله، بيمثلوا هيدي الدوله على كل الناس،
خصوصا اهالي الضحايا اللي الله يرحمهم، هودي كمان اخواتنا واهلنا، دمهم هو دمنا، كمان هودي شهدائنا، نحن بنحط حالنا مطرحهم وحسينا بوجعهم، بنتمنى عليهم يحسوا بوجعنا، وما بتمنى انه يكون اي انسان مطرحنا، لانه الجمره مثل ما قلت انت ما بتحرق مطرحها. صحيح. شكرا لك حسين الشيخ عمر حيدر، حضرتك مسؤول علاقات العامة بلجنة المتابعة لقضية المخطوفين العسكريين، وطبعا لك من الأصحاب والأهل من هم مخطوفون اليوم لدى النصرة وداعش. شو جديد بالموضوع؟ وينك أنت من الحوار اللي دار الليلة بين اللي سمعناه بالتقرير من أمهات شهداء ومن أخ شهيد ومن عائلات مخطوفين وأسرى لدى داعش؟ أول شيء مسيك ومسي الضيوف، مسي أهالي الضحايا، أهالي المخطوفين والأسرى. ثانيا بقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، نحن قلبنا مع هدول الجماعة اللي قتل والمخطوف، كان أكبر سبيل لإلنا وأكبر قدوة لإلنا بهذا الملف والد الشهيد علي السيد، والد صديقي وأخي وابن منطقتي، لما قال إذا كان دم علي دم الشهيد لبنان عبارة لهؤلاء المخطوفين حتى يرجعوا لأحضان أمهاتهم، فبحمد الله عز وجل عليها. أنا حطيت حيله محله كأبن فايدة كصديقه لعلي السيد، كمان بقول إذا كان دمنا عبارة لحتى نجيب هؤلاء المخطوفين فليكن. أولا. ثانيا من قلن لو كانوا الأسرى أو السجناء اللي قتلوا واللي هني إرهابيين ما كان المخطوفين كنا نحن بنرضى، ولكن أنا بخبرك يا أستاذ طوني انقطع النت عن طرابلس والشمال كله وعن سجن رومي ما انقطع. هل هو سجن أم هو فندق للراحة؟ خلينا نقلن بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، خلينا ندرك ويروح على سوريا، مثل ما قتل قد يقتل، وقد تكون للتقليل أو للتحقيق، خلي يروح. ما نحن ما نزر وزرة وزرة أخرى، ما بدنا نصلح الخطأ بالخطأ. إذا كانت 50 أم احترقت ونحن كلنا احترقنا معه، فلاش ليصيروا 77 أم احترقوا. أم علي السيد وشفناها كلنا نحن على التلفزيون، أمه لعباس مدلش الكل سمع، كل لبنان كل العالم قالت إذا دم ابني بيكون عبارة لهؤلاء المخطوفين اللي منا بنعرف أراضين وين. نحن بنحمد الله هذا الملف شائق، شكرا إلك على جمعيتنا، نحن معهم، نحن قررنا نألف لجنة ضمن هالأهالي ونزور كل أم واحد منهم، كل أم واحد قتل إن كان بتفجير أو إن كان بقتل بأي وكان، نحن إن شاء الله نروح ونواسين ونوقف معهم لأنه همنا كمان همنا مثل ما همنا هو همنا استيطاني. شكرا. بتحب تقول كلمة أخيرة محمود ردا على كل اللي نقال؟ أول شيء بنواسيهم، نحن دمنا كمان دمي أنا مقابل يطلعوا الأسرة من مطرح ما هن مخطوفين مع داعش والنصرة، بس المهم ما يطلعوا من قلب السجون. حقك. أنا بفدي بحالي بس ما يطلعوا هن يقتلوا غيري برات السجن، هيك بالسجن مضبوبين، بس لا يطلعوا بدهم يفلتوا. بس هيك بقلك سيد طوني، حقه يقول كل شيء وحقنا نطالب بكل شيء، مع انه اسا هذه الاسماء كلها وهميه، اسا ما ذكرت باشياء او باسلوب رسمي لا من حكومه ولا من خاطفين. انا بدي اتشكركم، يعني نحن عملنا الليله طلقه صوت صرخه بين وجهتين نظر، الناس يمكن كثير كانوا مفكرينا بعيده، الناس كان في البعض مفكرينا انه شوي عدائيه او شوي فيها تحدي، تبين انه لا، كل انسان عم بجرب يحافظ على دمه وعم بيحافظ على حاله. بس انا بعتقد عندما يعني تدق ساعة الحقيقة
ما في أم من أمهات الشهداء الذين سقطوا رح تسمع بأن يسقط ابن آخر لها ولو لم يكن من دمها ولحمها في مكان آخر. أنا بعتقد أنه كل أم دائت طعم الشهادة شو يعني أنها تفقد حبيب وشو أنها تعني تفقد غالي، أنها تسمح لأم غيرها أنها تدوق مرارة الكأس اللي هي شربته. وأنا بعتقد مش بس رح توافق، يمكن رح تقبل الضحية هي شخصيا بذاتها تنزل معنا على الساحة كمان، خصوصا أنه لهم إن لهن تاريخ يشهد على تضحياتهم. بنتمنى بأسرع وقت ممكن أنه نسمع أخبار عاجلة مفرحة تسلج قلوب الأهالي الناطرين. بعتقد أنه لابد ممن يسمعنا من داعش والنصرة اليوم، برغم كل شيء عندكم لابد ما يكون في مكان في قلبكم وفي عقلكم، بما أنكم تتكلمون دائما باسم الله وتتكلمون دائما باسم الرب، دائما نحن نعرف بأننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عن الرحمة الموجودة عندما نتكلم عن الله عز وجل. فإذا هذه الرحمة بالفعل موجودة في قلوبكم وأنتم اليوم تدافعون عن هذا الله الذي هو إلهنا جميعا، والله اللي نحن بنعرفه اللي هو في حب ومحبة ورحمة، أعتقد أن أهالي هؤلاء الأشخاص يعني عندنا ناس دفعوا دم وعندنا ناس آخرين مصير أبنائهم معلقة فيكم. والرجاء إنكم تثبتوا لكل العالم ولكل الرأي العام إنكم دعاة رحمة ولستم دعاة قتل، وأن تفرجوا بأسرع وقت ممكن عن هؤلاء الأسرى الموجودين لديكم. شكرا لكم، شكراً لماري، شكرا للمختار طلال، شكرا للشيخ حمزة، شكرا للسيد حسين، شكرا لك شيخ عمر، شكرا لك محمود، شكرا للسيدات والأخوات اللي طلعوا معنا أيضا في التقرير، شكرا لمن كان يرغب أن يأتي مباشرة إلى هنا من أهالي الضحايا ولكن لأسباب وأمور نحترمها نحترم له هذا الموقف، وعلى أمل أن نلتقي مجددا ولكن هذه المرة بفرح على استقبال أبنائنا العائدين. ما هو التالي ونتابع؟